حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف البروفيسور دلال الرميحي استشاري الغدد الصماء والسكري. نرحب بك دكتور دلال في نشرة الثالثة، وبهذه المناسبة نتحدث أكثر عن جهود مملكة البحرين لرعاية مرضى السكري بشكل خاص. نعم، شكرا لاستضافتكم. يقدم القطاع الصحي العناية المتكاملة لمرضى السكري في مملكة البحرين، يشمل ذلك البرامج الوقائية والعلاجية المتكاملة من خلال منظومة صحية متميزة يشارك فيها العاملون في القطاع الصحي، سواء من وزارة الصحة والرعاية الصحية الأولية أو المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص. الهدف هو تقديم أفضل الخدمات لمرضى السكري بحسب المعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارة الصحة بعمل الإحصاءات والمسوحات الصحية دوريا للإطلاع على أثر برامج الوقاية والعلاج وللاستمرار في تقديم خدمات صحية عالية الجودة. وفي مملكة البحرين كما تفضلتم، فريق عمل وطني لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية يضم جميع الوزارات والقطاعات المعنية بالصحة تحت قيادة سعادة وزيرة الصحة. ومن خلال هذا الفريق الوطني كذلك يتم إطلاق المبادرات والسياسات المعنية بالحد من السكري ومضاعفاته. وعلى صعيد آخر، تساهم جمعية السكري البحرينية منذ تأسيسها في عام 1989 بشكل متناغم مع وزارة الصحة ومراكز العلاج للحرص على نشر الوعي حول أهمية الفحص عن السكري والعلاج بانتظام درءا للمضاعفات، إلى جانب القيام بالبحوث العلمية والدورات التدريبية للعاملين في القطاع الصحي وبرامج دعم المصابين بالسكري مثل توفير مضخات الإنسولين ومجسات قياس السكر وتحفيز الأطفال والناشئة من المصابين بالسكري على التعايش مع السكري بثقة وبجودة حياة عالية ليكونوا من خيرة الأفراد المنتجين في المجتمع. نعم، بروفيسور دلال، ماذا عن الفعاليات التوعوية المقبلة لتسليط الضوء على داء السكري؟ شهر نوفمبر هذا العام حافل بمختلف الأنشطة، منها المحاضرات والندوات للعاملين في القطاع الصحي والمقالات الصحفية لزيادة الوعي. ولعل أهم فعالياتنا معرض صحي توعوي كبير يصاحبه فعالية للمشي ومعرض فني من مشاركة أبنائنا من مرضى السكري، تم تنظيمه بدعوة كريمة وشراكة مجتمعية بين الخدمات الطبية الملكية وجمعية السكري البحرينية. ومن هذا المنبر ندعو عموم أفراد المجتمع للحضور والاستفادة من الفحوصات والاستشارات المجانية المقدمة للأطفال والكبار من يوم الخميس 16 نوفمبر إلى السبت 18 نوفمبر في مجمع السيف بضاحية السيف. وهناك فعالية تقام كذلك بتاريخ 23 نوفمبر بالشراكة بين شركة بابكو للتكرير والمحافظة الجنوبية وجمعية السكري، كذلك تجسد فعلا الشراكة المجتمعية. نعم، البروفيسور دلال الرميحي استشاري الغدد الصماء والسكري، شكرا على هذه المداخلة.